شروط الصلاة، الصلاة لابد لها من شروط، وهذه الشروط تأتي قبل الدخول في الصلاة. ما أنا سرتي جلدن، إيه سرتي جلدن كنجي أتتو أرض لو نتو ده في جلدن. نعم، الشرط الأول الإسلام. ما أنا سرتي أرنم في جلدن سلو كو هراوتي كو جلو. فلا تصح الصلاة من كافر من مشرك. ما أنا جلد سلة دا ونند أون أنا هرم أو كافر ولا كو شرك أنا الله. من يسب الرب، من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالدين الإسلامي. ما أنا أون أننا هرم هم ويننا الله سبحانه وتعالى هم جارك الدين هم ويننا النبي صلى الله عليه وسلم. يطوف حول القبور. ولا أنه هيلو إيه يمر الجنال. يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هم ند مترى قوك ونا الله سبحانه وتعالى أننا نهوند ووتاندين سنا الله سبحانه وتعالى. ولابد أن نحذر من الشرك لأن الشرك يفسد العبادات خاصة هنا عندنا على الصلاة. سيرتو نو نكو بي او ويتو كو انيت كفدو الله سبحانه وتعالى كو نو دون شركو كو بونتا جول دوال ندان كي سيرتو جول دنينو. وهذا الشرط الاسلام يكون في كل العبادات، لا يمكن ان تقبل اي عباده الا بالتوحيد والله اعلم. مانا كو ندي شرط جول دوني مانا اون شرطي اون كا اسلام دو ديدن فوب في يونغال سيلو كو تاو ندون كو جول دو دوال وو دوال نوني وو دوال واتا سيلو دي سونا هارا ندون كو جول دو.